السلام عليكم. اليوم نتكلم على ملعب حملاوي بقسنطينة، حيث أن الأشغال تقرب النهاية تاعها 100% باكتمال الجزء المتعلق بالأضواء الكاشفة، حيث أنه المعدات حسب تصريح مدير الشباب والرياضة بولاية قسنطينة أنها سوف تأتي في شهر أكتوبر، يتم تركيبها قبل شهر نوفمبر. إذن الملعب سوف يكون جاهزا 100% في نهاية شهر نوفمبر ليستقبل مقابلات نتاع الشان. إذن إن شاء الله يكون فيها خير. نترككم مع نهاية الفيديو للصور الجميلة، يعني اللي تتزينت بالأعلام الوطنية هذا الأسبوع، والسلام عليكم.